إذا نايل سات 301 هيكون في الفضاء بصحبة نايل سات 201 لغاية 2028. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. بنرحب بالدكتور عمرو إمام رئيس القطاع الفضائي في الشركة المصرية للأقمار الصناعية عشان يوضح لنا هذه التفاصيل. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح النور يا مصطفى باشا. يعني في البداية القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 201 اللي هينتهي عمره الافتراضي في 2028. ناس ربما تكون بتسأل احنا ليه عملنا اطلاق مبكر للقمر ده رغم ان يعني لسه فاضل 6 سنوات في عمر القمر 201 وعندنا كمان طيبة، يعني ايه الجديد اللي هيضيفه هذا القمر الجديد؟ نعم، الحقيقة عايز اوضح لحضرتك ان الاعداد لمشروع القمر تم من حوالي 3 سنوات قبل فترة التصنيع، يعني احنا بقالنا في حوالي 5 سنين ونص او يمكن 6 سنوات لاعداد القمر. حقيقه اعداد القمر كانت استراتيجيه الشركه، الوزير احمد انيس رئيس مجلس اداره الشركه كانت الاستراتيجيه ان احنا بنسير بمنهجيه يعني علميه لتصميم القمر. فالحقيقه قمنا بدراسات سوق، وبناء على هذه الدراسات السوق تم تصميم القمر بالمهندسين المصريين مع الجانب الفرنسي، وده خد فترة طويلة جدا من فترات الإعداد. الحقيقة في خلال هذه الفترة تم الحصول على موارد جديدة، وموارد جديدة هي عبارة عن ترددات جديدة تضاف إلى منطقة التغطية اللي موجودة اللي هي ترددات الـ WRC-15، وهي ترددات جديدة في نفس منطقة التغطية اللي بيعمل فيها نايل سات 201 اللي هي عبارة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي، بالإضافة إلى حقوق ترددات أخرى وحقوق ترددات في دول الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية، دول حوض النيل، خدمات الإنترنت. فالتوقيت أصبح توقيت مناسب جدا لأنه المخاطر بإطلاق القمر بتبقى مخاطر كبيرة، يعني لا قدر الله لو فشل الصاروخ فاحنا هنحتاج حوالي 2.5 سنين مرة أخرى لعملية التصنيع. فالحقيقة ده توقيت مناسب جدا الحقيقة. طيب دكتور عمرو، طبعا مبارك لحضرتك على إطلاق القمر يعني 306 نايل سات 301 نايل سات، وعايزة أسأل حضرتك يعني يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيوجه بمسألة التطور التكنولوجي الموجود، ويمكن ده المرجو والمنتظر من نايل سات 301 على مستوى الحكومات ومسألة التحول الرقمي، وإن احنا محتاجين نطاق إنترنت أعرض من اللي كان موجود قبل كده. عايزين نفهم الناس ده هيفيد بإيه داخل المؤسسات وال يعني الأروقة الحكومية. الحقيقة طبعا تطور الدولة زي ما حضرتك ذكرتي والسيد وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق وتوجه الدولة عموما نحو التحول الرقمي سيحتاج إلى مزيد من خدمات الإنترنت. تستطيع النايل سات وطيبة وان أن تؤمن كثيرا يعني خاصة في الجهات الحكومية والبنوك والأفراد والشركات أنه يبقى في خدمة متكاملة سواء من الإنترنت الأرضي مع الإنترنت الفضائي. فده يدي استمرارية لعملية نقل البيانات ويؤمنها تأمين متميز. يعني في الجمهورية الجديدة نقدر نقول ان هو يعني العالم كله بيتكلم على 5G يا دكتور، وبيتكلم على ان سرعة الانترنت هي الفيصل في قصة الشمول المالي، لان هي طبعا انت عارف لما بتروح لك السيستم واقع ومش عارف ايه. هل ده هيحل هذه يعني هكذا مشاكل؟ انا مش بتكلم على بس الشمول المالي، بتكلم على سرعة الانترنت عموما، هل هيحلها جذريا ولا؟ هو طبعا هيحل جزء كبير من سرعة الانترنت ويؤمنها ويمنه واستمرارية تقديم الخدمة وعدم الانقطاع، وده الحقيقة يعني متواكب جدا مع التوجيهات السياسية وتوجيهات الجمهورية الجديدة
حول عملية التحول الرقمي وتأمين المعلومات بصفة خاصة يعني. طيب دكتور عمرو، يعني بنتكلم اكتر ونفهم الناس اهميه اطلاق القمر الصناعي نايل سات 306، يمكن مشروعات جديده وبنى تحتيه بتتم في كل حته، يمكن اماكن كمان ما كانتش مغطاه زي مثلا حقل ظهر واماكن كتير. نايل سات 301 جه علشان يعني يكون في تغطيه لهذه المشاريع. طبعا النايل سات 301 الحقيقه ده من اكبر اقمار الشركه المصريه، ان شاء الله ربنا يتمم نجاحه وانجاز المهمه المعده له. الحقيقه القمر 301 يستطيع انه يقدم خدمه الانترنت عبر ربوع الجمهوريه المصريه كامله، يقدر يقدم خدمات الانترنت لحقل ظهر، يقدر يقدم خدمات الانترنت في جميع يعني الاراضي المصريه. القمر الجديد استهدف جنوب القاره الافريقيه واستهدف دول حوض النيل، فهو مع التوجه حول تاثير الاعلام المصري والعمق في اتجاه العمق الافريقي ده حقيقه يعني. طب 38 قناه تلفزيونيه هيوفرها القمر الجديد في مقابل 26 قناة أخرى، هل الكواليتي هيبقى مختلف؟ هل إحنا هنوصل لل 4K بعد ال HD؟ هل هيبقى فيه بقى يعني نقدر نقول وصول كمان للصوت المصري داخل القارة الأفريقية عبر هذه القنوات؟ ده حقيقي. هو حضرتك ذكرت إنه إحنا عندنا 38 قناة قمرية، القناة القمرية الواحدة تستطيع انها تبث الى يعني لحد 15 قناه تلفزيونيه. صحيح. الحقيقه انه احنا كمان في نفس منطقه التغطيه الحاليه للقمر 201 احنا حسنا المواصفات اكثر، فبقى هيبقى عندنا قدره ارسال اكبر في القمر 301 وسهوله في الاستقبال اكثر في نفس منطقه التغطيه. عندنا مرونه في الهوائيات، نستطيع ان احنا ندخل الاسواق، نستطيع ان المرونه دي تدخل لينا ان جميع المكبرات واللي موجوده من الممكن ان تنتقل من منطقه تغطيه الى منطقه تغطيه اخرى. طيب دكتور عمرو، كمان يعني القمر 301 مزود بتقنيات خاصه بمساله التشويش، وده يعمل تامين كامل للقنوات الفضائيه. نعم. الحقيقه ان يعني حتى توجه المهندس حمدي منير عضو منتدى للشؤون الفنيه واستراتيجيه الشركه كان من ضمن الاشياء المهمه والمواصفات اللي احنا وضعناها للجانب الفرنسي ان احنا يعني يكون هناك بعض القنوات القمريه اللي هيقوم بارسالها القمر نايل سات 301 ان تكون مؤمنه ضد التشويش. الحقيقه هذا التامين ضد التشويش يجعل هذه القنوات هتبقى مؤمنه ضد التشويش المتعمد والغير المتعمد. وهل هيكون في تغير في الترددات للقنوات ما بين القمر 201 للقمر 301؟ لا يوجد اي تغير في الترددات، ولكن يوجد اضافه لترددات جديده. صحيح. اما الترددات الحاليه فستظل موجوده وستظل، بالعكس احنا كتبنا حقوق كثيره في استمراريه هذه القنوات من الموقع المداري 7 غرب، وده يمكن اللي ذكره السيد الوزير احمد انيس في لقاءات كثيره يعني. نشكر حضرتك يا دكتور، اتفضل. انا بشكر حضرتك جدا، والحقيقه بشكر جميع الناس اللي قدرت يعني تركز على هذا الانجاز العظيم. والحقيقه انا بشكر المهندسين المايسات ومهندسين القطاع الفضائي بصفه خاصه وكل الفرق المصريه طبعا، الحقيقه لانهم عملوا بجهد طويل خلال الفتره وكانوا متابعين يعني يدا بيد مع جميع الجوانب، ولم يتأثر العمل بمرحلة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، الأزمة الروسية الأوكرانية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عمرو إمام رئيس القطاع الفضائي بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.